جاهزين؟ يلا يلا. واحد اثنين ثلاثة. يا روبي. ايه يا ولجة؟ صباح الخير يا دكتور. محمد صلاح بيتمرن. يا بابا. حبيبي تموها. لما صدقت عودت عندي على دنيا جديدة. مش عايزهم يتعبوا او يتأثروا باللي حصل لإيمان. ولجة بنت محلوة كمان النهاردة. بونجورنو. شكلك تاه يا خواجة والمكان مش مكانك. حكينا ابراهيم الروبي حلو. انا مش مصدقه ان انتوا عشتوا هنا 7 سنين. ابراهيم الروبي، ايمان الروبي، شريف وشمس، ذا روبيز. يا بوب يا جامد. عم ايهاب ما تقش الافراح. يا سلام، انا بحب الافراح. انا اللي حربت بابا على فكره الجواز. نفسي يبقى لي اخ. يبقى ليك ايه؟ اخ. ابراهيم انا لساني جوه بقي. انا عارف ان رجوعك القاهره ده تقيل على قلبك، بس اخوك محتاجك. ايه يا عم مالك؟ لو الحرب قامت محدش ينزل من العربيه. بطوله بقى. بطوله. حاسب يا ابني. يا بابا. واحده بتعمل فيديوهات عن الطبخ، ليه تقدمها وهي لابسه قميص النوم؟ انت بتتكلم عن نوال الاسطوره؟ اسطوره؟ نوال الاسطوره ده ابراهيم عليها جوز. جوز الاستاذه نوال. عليها جوز حمام قطير ابراهيم. ايه ايه ايه؟ لو بتبي مش هينفع هنا. ايه؟ ما تعرفش بيبو الجعير فين؟ عزة! ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ورا ورا. اهلا بيكم في الدايرة. معلش اصل في قصص دايرة. قول لعزة واهلا ان بيبو قرايبه معاه. وهيتضربوا كمان. يا الله! فين صاحب المخروبة دي؟ شكرا لاختيارك بيوتي فاينز. احلق شعر ودقن هدية، اعمل ماسك وفتلة عليا. ده مجنون مش حلاق. بطل الحكايه ابراهيم الروب. انت عملت ايه يا ابراهيم؟ مصحف ما عملت حاجه. يا رايب بيبو، يعني احنا غلطانين ان احنا جينا؟ كل ده من كلمتين قلتهم وانت متعصب. اهي جايه هناك اهي. حلو رهيبه. انا بحبك بحبك بحبك. احنا سواء كان مؤثر على السوشيال ميديا. انا مين انا فين انا ايه؟ روح اهي. طب اهي 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 اهي. الاغنيه اللي انت غنيتها بقت ترند. اخويا بقى نجم. ها خلصتوا كلام؟ احنا خلصنا كلام يا ابراهيم. احنا خلصنا كلام. واي كلام في الدنيا محتاج تفكير، واحنا لازم نمشي عشان نفكر. يلا بينا. يلا. طب يلا يا ابراهيم. يلا.